السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، نناقش فيها مشكله توقف الانترنت وتاثيرها على مصالح الناس. بعد نحو اسبوع من خروج 80% تقريبا من سرعه النت عن الخدمه، كشفت الشركة المالكة للكابلات البحرية الخاصة بالإنترنت عن تعرض الكابلات المارة في ميناء السويس لقطعين ما أدى إلى تضرر الخدمة. وقالت شركة جي سي إكس إن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري فالكون الواصل بين مسقط وميناء السويس، والكابل البحري فيا الواصل بين مومباي وميناء السويس. ورغم صدور هذا التوضيح، إلا أن ثمة معطيات تؤكد استخدام ميليشيا الحوثي لخدمة الإنترنت للاستثمار الفئوي وممارسة الابتزاز والمراقبة والتجسس بحق المستفيدين والمشغلين المحليين، خصوصا وأن ميليشيات الحوثي استبقت ما جرى بحملة واسعة للتضييق على شبكات الإنترنت المحلية ورفع سعر تعرفة استخدام الإنترنت بنسبة فاقت 130%، فضلا عن تعمدهم إبطاء سرعة الإنترنت بشكل متعمد منذ سنوات. بل وأن وزيرهم في الحكومة غير المعترف بها هاجم في تصريحات متداولة مستخدمي الإنترنت واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبيع الممنوعات حسب قوله. من جهة أخرى، أدى انقطاع الإنترنت لعرقلة تعاملات القطاع المصرفي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على خدمة الإنترنت في استقبال وإرسال الحوالات الداخلية والخارجية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين، في حين أغلقت عدد من المصارف ومقاهي الإنترنت أبوابها في العاصمة صنعاء نتيجة توقف الخدمة. عن آثار هذه المشكلة وتداعياتها سيكون ضيف حلقتنا عبر الأقمار الاصطناعية، سيكون معنا من مأرب الصحفي حمود هزاع، وعبر الهاتف من الرياض سيكون معنا المهندس محمد المحيميد وهو خبير متخصص في أنظمة الاتصالات. إذن أبدأ مع ضيفي، أو قبل أن أستقبل ضيوفي سنذهب مشاهدينا لمشاهدة هذا الاستطلاع حول خدمة الإنترنت، الاستطلاع من محافظة مأرب، نشاهد سويا. اللي وصلنا الخبر من المؤسسة انه في كابلين لشركة فالكون وشركة اخرى قطعت في قناة السويس بسبب سفينة كبيرة عملاقة، والعمل جاري لاصلاح الكابلات من قبل الشركة صاحبة المالكة للحق بالكابلات، وبدأت تعود الانترنت تدريجيا أحسن فأحسن. يوم الخميس كان لا شيء، اليوم أصبح الإنترنت يعني أكثر من 50% إلى 60% شغال. هذا ما نود الإحاطة به. صراحة بالنت بشكل إجمالي النت ضئيل جدا، وخاصة بالأيام هذه الفترة الأخيرة قامت مجموعة من مجموعات الحوثة اللي موجودة بصنعاء المواقع حجب المواقع بشكل عام، سواء كان بالمواقع حقهم بالقنوات الموجودة الآن سابقة أو بالقنوات الآن حاليا، وخاصة الآن عملوا أكبر شبكة موجودة في اليمن، هي شبكة إيش؟ شبكة النت الذي تقدر تسيطر على المنطقة الجمهورية اليمنية بشكل عام. للعلم نحن في محافظة مأرب نعاني كثيرا كصحفيين كناشطين في التعامل مع شبكة الانترنت، حيث تنقطع في أغلب الأوقات على المحافظة، سواء بما يحدث بعض المواطنين أو في الطريق الرابطة بين صافر ومحافظة مأرب بقطع الكابل الأرضي، أو من محافظة صنعاء قبل ميليشيا الحوثية. الآن توقفت الخدمة منذ 5 أيام، تعرقلت كثير من مصالح المواطنين، شركات الصرافة، الأعمال لدى كثير من المتواجدين في محافظة مأرب التواصل مع الآخرين. نحن نأسف لضعف الحكومة الشرعية التي لم توجد شركة بديلة تغطي احتياجات الناس. عدا النت لا نعلم أين ذهبت، وأين ذهب وزير الاتصالات ورئيس المؤسسة العامة للاتصالات، أين ذهبت الملايين من الدولارات لتغطية احتياج المواطنين، وهم وعدوا بأن تكون الشركة أن تغطي مناطق الشرعية وتلبي احتياجات الناس، وكذلك تقوم بتلبية بإيجاد فرصة للدخل للدولة، لكن للأسف نحن أمام حكومة رخوة بامتياز.
إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة مأرب حول خدمة الإنترنت وآراء الناس حول المعاناة الكبيرة التي يعني يعانون منها بسبب انقطاع الإنترنت. إذن مشاهدين، يعني قضية الإنترنت هي قضية عويصة، يشكو الناس من خدمة الإنترنت ما قبل المستجدات الأخيرة وانقطاع الكابل الذي أعلن عنه مؤخرا من قبل الشركة المالكة. هناك يعني كما يتحدث الناس تضييق عليهم في كافة المجالات، حتى الإنترنت اللي هو المتنفس الوحيد اليوم يشكون منه بشكل كبير، ويعني تضييق من قبل ميليشيات الحوثي وصل إلى حد رفع الأسعار إلى 130% مقارنة على ما كانت عليه في السابق، إضافة إلى التجسس والرقابة المشددة على مستخدمي الإنترنت في الداخل. هناك أيضا تخوفات كثيرة من مهتمين ومتابعين ومتخصصين في شأن الإنترنت بأن هناك ديون كبيرة للشركات المشغلة، وهو ما ينذر بمشكلة قادمة وقد يعني يصل الأمر إلى انقطاع الإنترنت مستقبلا. إذن مشاهدينا، ريثما يعني يجهز ضيوفنا وتكون الاتصالات جاهزة، سنذهب فاصل قصير ومن ثم نعود. هنا حيث تبدأ الحكاية ولا تنتهي، كل المدن تتشابه إلا حضرموت لا تشبه غير نفسها. هنا يتكامل الإنسان والدين ليشكلا صورا نابضة بالحياة، تجذبك تفاصيلها الكثيرة وطرازها المعماري الفريد. حكاية حضرمية، محاولة لرسم صورة المكان وتقديمها في قالب وثائقي. والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المكاتبين. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن هي مشكلة كبيرة نواجهها في الوصول لضيوفنا في الداخل في اليمن بسبب شبكة الاتصالات، وأرحب هنا بضيفي من اسطنبول الصحفي حفظ الله العميري. سيد حفظ الله، مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حفظ الله. نتحدث اليوم عن أزمة الإنترنت، ليست الأزمة الأخيرة وإنما الإنترنت في اليمن يعد أزمة منذ فترات طويلة. يعني كان هناك حديث قبل 3 أيام قبل أن توضح الشركة المعنية بالكابل البحري بأن هناك مشكلة بالفعل، كان هناك حديث عن استغلال ميليشيات الحوثي وقطعها للإنترنت. اليوم يعني توضح الشركة بأن هناك مشكلة ولكنها ليست بتلك المشكلة الكبيرة وأنه يتم المعالجة. الدول المتضررة كانت السعودية والكويت وكينيا ودول أخرى، لكن لم نسمع في هذه الدول عن تأثر الناس بسبب مشكلة الإنترنت عدا اليمن. كيف تنظر إلى هذه الأزمة؟ نعم أخي، أولا من الغلط الكبير الذي قامت به الحكومة الشرعية وأن تبقي هذا الملف، ملف الاتصالات، في أيدي ميليشيات الحوثيين. هذا ملف مهم ومهم جدا جدا، من الضروري أن لا يبقى في أيدي ميليشيات الحوثي التي لا تتحكم بحياة الناس وتتجسس عليهم وتسبب لهم مشاكل، بالإضافة إلى تعطيل حياة الناس
في كل المناطق الجمهورية اليمنية. المناطق الكيبل البحري هو فعلا هناك توجد مشكلة، لكنها ليست بالمشكلة الكبيرة. ميليشيا الحوثي الآن تعطل خدمات الإنترنت وتستغل هذه المشكلة بمضايقة الناس وتعطيل أعمالهم. يعني أنت سيد حفظ الله ترى بأن هناك استغلال للأزمة الأخيرة التي أعلن عنها، وهي نعم بسبب المشكلة. المشكلة ليست بالكبيرة، تأثرت منها عدة دول، لكن لم نسمع على أن هذه الدول تأثرت كثيرا بمشكلة الإنترنت. ميليشيا الحوثي الآن تقوم باللعب بملف الاتصالات، تقوم باستغلال مواجع الناس وزيادة معاناتهم وقطع أرزاقهم، حيث أن كثير من الشركات والأفراد يعتمدون على الإنترنت في تحصيل أرزاقهم. هذه الميليشيات الآن تزيد من معاناة الناس بقطع الإنترنت بصورة عامة عن اليمن بشكل عام. يجب على الحكومة الشرعية أن تتدخل، يجب أن يكون هناك أن يسحب هذا الملف من أيدي ميليشيات الحوثي. ملف الاتصالات ملف خطير، وأنا شخصيا أحمل الحكومة الشرعية سبب أن هذا الملف لا زال إلى الآن بأيدي ميليشيات الحوثي. سحب البنك المركزي وسحبت عدة مؤسسات من أيدي هذه الميليشيات، لماذا لا يسحب ملف الاتصالات؟ هو باعتقادك ما هي المشكلة؟ يعني هو فعلا هناك ملفات كبيرة يعني حسمتها، يعني على رأسها الجانب المالي والبنك المركزي، لماذا يعني وقفت الحكومة عاجزة عن حل هذا الملف برأيك؟ يعني هناك في وزارة الاتصالات هناك برأيي فساد كبير، هو ما تسبب في تعطيل نقل هذه المؤسسة المهمة إلى عدن. يعني هنا وجدت حلول ترقيعية مثل شبكة عدن نت، لكنها للآن في حارتين داخل عدن. هناك ملف كبير استغل من قبل الفاسدين. إذا كانت نجحت شبكة عدن نت فسحب الإنترنت أو شبكة الاتصالات من أيدي الحوثيين كانت عبر هذه الشبكة، لكن هناك ملف فساد كبير داخل وزارة الاتصالات يجب أن يلتفت له، أن تلتفت له الحكومة الشرعية وتسحب هذا الملف من أيدي ميليشيا الحوثي. يعني من الغباء أن نظل ننتظر حلول من ميليشيا الحوثي لمشكلة الإنترنت. يا أخي الكريم، هذه ميليشيات لا تنتبه لمعاناة الناس ولا تنتبه لمواطنيها. يعني المواطنين الذي قائمين تحت تصرفها، فما بالك بشبكة الإنترنت التي تغطي كل أنحاء اليمن. هذه جريمة تضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي، وهذه الجريمة بالذات مشاركة فيها الحكومة الشرعية بعدم سحب هذا الملف من أيدي ميليشيا الحوثيين. نعم، يعني حتى الناس تشكون من سيد حفظ الله من مسألة أن الخدمة هي رديئة من قبل، يعني مقارنة بدول أخرى، ومع ذلك جاء الحوثيين ليضيقوا على الناس بشكل أكبر. يعني تصريحات لوزير الاتصالات المحسوب عليهم يعني محبطة ومخجلة، أن يتحدث الرجل بأن الناس في العالم لا يستخدمون الإنترنت سوى فقط لبضع دقائق في اليوم للتشيك على الرسائل الواردة، ومن ثم يغلقون الإنترنت. لا أدري يعني أي طرح يأتي من رجل مسؤول بهذه الطريقة، وما هو أو ماذا ينتظر الناس من هذه الجماعة فيما يتعلق بهذه الخدمة؟ نعم، هذا التعليق انا اعتبره تعليق تافه من هذا الوزير الذي اصر على انه يكون اضحوكه وحديث الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا التصريح. يا اخي الكريم، في اليمن ذاتا المشكله كبيره من قبل. يعني تخيل ان احنا في اخر العالم في مستوى سرعه الانترنت. يعني الصومال الان توفر يعني 4 جيجا، يعني الانترنت 4G، يعني في الانترنت في 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 الصومال. نحن في اخر العالم مشكلة الانترنت. هذه المشكلة اتت لتضاعف هذه معاناة الناس، واتت استغلتها ميليشيا الحوثي لمضاعفة معاناة الناس وتدي مبررات تافهة. يعني ما وزير الاتصالات الذي محسوب على الحوثيين يعني يطلع بتصريح او تصريح سخيف، انا اعتبره تصريح سخيف، يقول على ان العالم كله او دول العالم التي هي قال 5 دول، ما هي الدول التي زارها؟ وما هي يعني قال ان العالم يستخدم الانترنت للام ان اس. ما هذا الوزير لا يعرف على ان العالم طلع بوسط الانترنت الى الفضاء. يعني تصريحات قلت لك، يعني التصريحات تدل على ان هذه الميليشيات لا تأبه بمعاناة الناس، وعلى ان انتظار الحلول من هذه الميليشيات هو يعني مع احترامي الشديد
غباء من قبل المسؤولين في الحكومة وحتى من الناس الذين ينتظرون حلول من هذه الميليشيا. هذه الميليشيا لا تجد إلا القتل، لا تجد إلا رفع معاناة الناس، لا تجد إلا إهانة الناس وإهانة المواطنين تحت سيطرتها، وحتى الآن تهين المواطنين في أنحاء الجمهور اليمين بهذه الخدمة أو بمؤسسة الاتصالات التي تسيطر عليها. نعم. طيب سيد حفظ الله، لو أتينا عن الأضرار المترتبة على الأزمة التي حدثت مؤخرا، يعني أنت كصحفي، هناك أيضا صحفيين ما زالوا يعملون بالداخل، وهناك وسائل صحفية ما زالت تعتمد على الإنترنت في الداخل، إلى أي مدى تضرر هذا القطاع؟ أخي الكريم، قطاع الصحافة والإعلام في اليمن هو يوجد لازال في داخل اليمن كثير من المؤسسات الإعلامية، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. هذه المؤسسات تضررت بشكل كبير جدا. هناك مراسلين لعدة قنوات فضائية ولعدة وكالات إعلامية تضرروا بشكل كبير. هناك عاملين مع المحطات الفضائية ومع حتى المواقع الصحفية تعطلوا تماما عن العمل بسبب قطع الإنترنت. حتى المؤسسات والدوائر الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمؤسسات الخاصة، الشركات، حياة الأفراد كلها تعطلت. يعني العالم الآن كله يعتمد على الإنترنت، تعطلت حياة الناس تماما، ليس فقط الوسط الصحفي الذي تعطل أو الوسط الإعلامي، كل حياة الناس تقريبا التي تعتمد على الإنترنت توقفت. تخيل على أن المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تضررت كثيرا بمناسبة قطع الإنترنت. يعني الميليشيا الحوثي أصبحت تتحكم بحياة الناس بواسطة هذا الملف، وهذا هذه المعاناة أثرت على كثير من القطاعات داخل اليمن. يعني اليمن تمر بكارثة كبيرة الآن يعني بسبب الحرب والحصار، وهذه الميليشيات تضايق الناس وتزيد من وتيرة الحصار المفروض على اليمنيين، تزيد من المشاكل التي تمر بها اليمن. مشكلة الآن معنا مشكلة قطع الإنترنت، وهذه المشكلة زادت من معاناة الناس والصحفيين. يعني أنا مدير موقع صحفي مثلا، أنا تعطل الموقع تماما لأن الصحفيين يديرون الموقع هذا من اليمن. فهذه مثال بسيط يعني إلى جانب عشرات أو مئات الأمثلة التي تنطبق على الإعلاميين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والحكومية. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك سيد حفظ الله العميري، صحفي يمني، كنت معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك، وأرحب هنا بالخبير في الاتصالات المهندس محمد المحيميد. سيد محمد، أسعد الله مساك بكل خير. مساك الله بكل خير عزيزي الكريم والمشاهدين الكرام. حياك الله سيد محمد. نتحدث اليوم ما زلنا عن مشكلة الاتصالات، والتي يعني انعكست بشكل كبير على الناس وأوضاعهم في الداخل، في سواء في الجانب المالي أو في جانب التواصل وأمور كثيرة. يعني بحسب اطلاعك ومتابعتك، ما الأسباب الحقيقية لتعطل الخدمة بشكل نهائي عن اليمن خلال الفترة الماضية؟ وأيضا هناك أنباء عن أن الشركة المالكة للكابل تحدثت عن أن هناك خلل. أيعقل أنه منذ أن بدأت الأزمة قبل أسبوع وحتى الآن الشركة لم تقم بأي إجراءات حتى اللحظة؟ في الحقيقة أخي الكريم، فإن الشركة المالكة للكابل جي سي إكس أصدرت بيانا بتاريخ 12 يناير على موقعها على الشركة. نعم. وتحدثت عن وجود خلل في أو قطع في خليج السويس في مصر، وقطع آخر قطع حصل وقطع في الكيبل الرابط بين مصر وعمان حسب البيان. نعم. وبسبب مرسل إحدى السفن، مما سبب خلل في الإنترنت في بعض الدول التي يمر منها الكيبل. نعم. أولا عند هذه النقطة سيد، يعني كونك مختص، يعني الحديث عن كابلين، يعني وأيضا ذكر أن هناك سفينة هي من تسببت بالأمر، يعني هل الحدث أو يعني مكان القطع هو في منطقة واحدة تسبب في قطع الكابلين، أم أن الأماكن متفرقة؟ إذا كانت الأماكن متفرقة، هنا يعني مسألة السفينة غير منطقي.
هو في الحقيقة الحديث حسب البيان، لو تسمح لي بس أنا أطلع راجع البيان، هو يبدو أنه تحدث عن المناطق التي ينتقل منها الكيبل وليس أنه قطعين، ربما قطع واحد. خليك معي أنا بس راجع البيان لأن البيان الآن أمامي. أتكلم عن قطعين رئيسيين في الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس. فهو يتكلم أن الكابلات المتأثرة، الكابل البحري فالكون الواصل بين مشطط وميناء السويس، والكابل البحري FEA الواصل بين مومباي وميناء السويس. إذن الحدث حصل في قطعين في كابلين في السويس، ربما في منطقة واحدة، يعني ليست مناطق متفرقة. لا لا، هو يصل بين مناطق متفرقة لكن الحدث نفسه في السويس نفسها. نعم، إذن وضحت الصورة. إذن تفضل. فالشاهد في القصة أن القطع حاصل فعلا في الكابلة البحرية، لكن الضرر ظهر بشكل جلي وواضح في اليمن على اختلاف كثير من الدول المشتركة في هذا الكيبل أو في هذين الكيبلين. لأن كثير من الدول غالبا لديها أكثر من مصدر وأكثر من بديل، فإذا تعطل المصدر فيكون لديهم نقطة أخرى لتعويض ذلك المصدر المتأثر بأي حادث. في اليمن للأسف الشديد لا، يعني يعقل أن اليمن هنا، ولو قاطعتك سيد محمد، منذ ما قبل 2011 والفترة السابقة كاملة كانت تعتمد فقط على هذا الكابل، بينما لو انقطع أو حدثت أي مشكلة تعطلت البلد تماما. نعم نعم بالضبط، وهذا يعود لأن في اليمن ويمن نت لا تقوم بواجبها لخدمة المشتركين بشكل أفضل، وإلا فالمفترض أن يكون لديهم بدائل شريعة وحلول شريعة تعالج مثل هذه المشاكل. لكن أنا في تقديري أنه حسب بيان الشركة فإنهم يسعون لإيجاد البدائل مباشرة، وهذا شيء جيد، ويفترض على يمن نت وعلى تيليمن أنهم يضغطون على الشركة بأن يعوضوهم ويضغطوا عليهم على إيجاد البديل بشكل سريع ومباشر، لأن حسب بيان الشركة فإنه يبدو أن إصلاح الخلل سيحتاج إلى فترة طويلة، ربما أسابيع. إذن هي مشكلة بالفعل. إذن ابقى معي، سأعود لأناقش معك الكثير من الأمور سيد محمد، و أرحب هنا بضيفي عبر الأقمار الصناعية الصحفي حمود هزاع، سينضم إلينا من محافظة مأرب. سيد حمود، أسعد الله مساك بكل خير. مساء الخير أخي شادي، تحية لك وللأخوة المشاهدين جميعا. حياك الله حمود. حمود، كيف الوضع وكيف الإنترنت في محافظة مأرب؟ الوضع والإنترنت يعني يشبهون بعضهما، كل واحد يعني ما زالت المشكلة قائمة. هناك حديث أن هناك عودة تدريجية وما شابه، هل عاد أو لمستم عودة تدريجية للإنترنت وتحسنت الأوضاع عن ما كانت عليه في سابق الأيام؟ الإنترنت في اليمن في مأرب عفوا وفي مكان محدد فقط، وإذا ابتعد المرء عن المكان عشرات الأمتار تتعطل خدمة النت أو تكون شبه متوقفة، حتى عن الشركة الهاتف النقال أو الواي فاي إذا توفرت شبكات عامة تكون صعوبة، وبالتالي هو متعطل حتى في الأيام الماضية. وأنا في مقر إقامتي لا يوجد نت بشكل عام، وفي المجمع عندما ندخل زيارات إلى بعض المكاتب والزملاء، كنت قبل يومين أريد التواصل مع بعض الأصدقاء بمواضيع هامة، أتى النت من بعد الساعة 12 بالليل وبشكل بطيء ومتقطع. أما في ساعة هي أزمة وبالفعل ألقت بظلالها بشكل كبير عليكم كمواطنين، يعني إلى أي مدى أثرت على حياة الناس ومصالحهم منذ أن شهد الإنترنت انخفاض كبير ووصل إلى حد الانقطاع التام؟ خلق أزمة كبيرة. على سبيل المثال، تواصل معي هاتفيا عدد من أقاربي، كنا نتواصل عن طريق الواتساب، بدأ الناس يشعرون بقلق عن أقاربهم، عن مصيرهم،
لا لا يعني اصبح النت هو الوسيله الاولى للتواصل بين البشر، هناك المصالح، هناك محلات الصرافه، هنا العالم الان يقوم على النت، وهذه القوى التي تتحكم في البلاد سواء في صنعاء او في عدن هي جزء من الماضي البغيض والرجعيه المتخلفه التي تريد ان تبقينا متاخرين عن محيطنا العربي والدولي. نعم حمود، كان هناك تصريح لوزير الاتصالات المحسوب على ميليشيات الحوثي في الحكومة الغير معترف بها أصلا، تحدث بأن الناس في جميع دول العالم لا يستخدمون النت سوى دقائق معدودة فقط لمتابعة بعض الرسائل، هل وصلتم إلى هذه الحالة أم إلى ما هو أسوأ وانقطع الإنترنت تماما؟ الحال في اليمن كان وما زال الآن أصبح أسوأ بكثير. هذا الميليشياوي الغبي، مع احترامي لآدميته، إلا أنه عبارة هذه القوى عبارة عن كتلة من الغباء، من الفوضى، من التخلف. هو لا يعلم بأنه التعليم أصبح عن طريق النت والتواصل عن طريق النت، وإدارة شؤون البشر أصبحت عن طريق النت وقاعدة البيانات والحكومات الإلكترونية، وهو يتنقل بين العالم لكنه لم يتخلى عن فكره القاصر وعن نظرته الضيقة، عن انحطاطه وعن تخلفه وعن تمسكه بالماضي البغيض. البشرية تقدمت، أصبح النت خدمة أساسية في حياة مرتبط في حياة الإنسان في مختلف المجالات، لكن هؤلاء يختلقون المبررات من أجل عزل اليمن عن محيطها العربي والدولي، كما كان يفعل الأئمة وآخرهم الطاغية أحمد بن حميد الدين ووالده يحيى كآخر طاغيا قبل أن تعود الإمامة بعد 50 عام. نعم، يعني هي الأزمة الأخيرة جاءت وفق أهواءهم وكما يريدون. لكن حمزة يعني أو عفوا حمود، يعني هنا يعني البعض يقول أن نسبة المستخدمين للإنترنت في اليمن ليس بالشكل الكبير، وبالتالي يعني لا تتأثر حياتهم بذلك الحجم، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ تتأثر بشكل كبير على كل اليمنيين، حتى الذين لا يستخدمون النت هم يتعاملون مع أنظمة الصرافة، هم يستقبلون المكالمات عن طريق أبنائهم وتواصلون مع الآخرين. يعني حتى الأمي الكبير بالسن مرتبط بالنت عن طريق أحد أقاربه، فلا يوجد إنسان اليوم في هذا العصر لا غير مرتبط بالنت، وبالتالي الضرر قد ربما لا يكون مستخدم فعليا لكنه مستفيد بطريقة أو بأخرى. لا، وبالتالي هنا الحق تضررت مصالح الجميع. هذا شعب أصبحنا في حالة من العزلة، باقي شركة الهاتف النقال وأننا خارج العالم تماما. نعم، إذن سيد حمود تكرم بالبقاء معي. أعود للخبير في الاتصالات المهندس محمد المحيميد. يعني سيد محمد، يعني هناك حديث عن مسألة المشاكل التي تحدث في كابلات نقل الإنترنت بأنها يعني قد تصل في كثير من الأحيان إلى انقطاع الخدمة بشكل تام، ولكنها حينما تعود فهي تعود للوضع الطبيعي عندما يتم إصلاح الخلل. يعني هنا في اليمن هناك حديث منذ يومين مضت بأن هناك عودة تدريجية، هناك انقطاع مرة أخرى، هناك عودة أخرى. يعني هل هذا الوضع يعد في إطار الوضع الطبيعي والإجراءات التي تتخذها الشركات والمهندسين في إعادة الإنترنت، أم أن هناك خلل وراء الأمر؟ في الحقيقة طبعا بشكل فني فإنه يعتمد على حجم الضرر الحاصل في الكيبل البحري. نعم. فعندما يكون الضرر كبيرا فإنه يحتاج فعلا إلى فترة طويلة حتى يعود كامل الكيبل إلى الوضع الطبيعي، وبالتالي ربما هذا الرجوع التدريجي لأن الشركة المشغلة لهذا الكيبل تقوم بتعويض المشتركين من مصادر أخرى بكميات محدودة أو مقدرة.
يعني ليست بنفس الكميات التي كانت تصلهم مباشرة من الكيبل. هذا قد يفسر لماذا تكون العودة يعني تدريجية أو ليست بشكل كامل. أما عندما يكون الضرر بسيطا ويتم إصلاحه في ساعات أو في أيام بسيطة، فإنه في هذه الحالة تعود الساعة بشكل كامل. لكن أنا لا أستبعد أيضا أن عصابة الحوثي استغلت الموقف أو الحدث أو الخلل الذي حصل لتنفيذ أجندتها الخاصة التي أعلن جزء منها وزير الاتصالات الحوثيين قبل عدة أسابيع. وزير الاتصالات الحوثيين قبل عدة أسابيع أعلن عن نيات سيئة ومبيتة ضد قطاع الإنترنت وضد المشتركين في الإنترنت، وتحدث عن أن العالم لا يستخدم الإنترنت إلا بشكل محدود وفي ساعات محددة بشكل يعني بكذب صريح وواضح، وكأن هذا الوزير أو هذه العصابة لا تعرف هذا العالم أو لا تعيش في هذا العالم. أصبح الإنترنت اليوم يعني بالنانو ثانية يتدخل في حياة البشر جميعا، والرجل يتحدث عن ساعات محددة وأشياء محددة وأغراض محددة لاستخدامها. هو باشمهندس هنا أيضا تخوف لدى الناس في مسألة حديث هذا الرجل في الفترة السابقة واليوم يعني حدثت هذه المشكلة، ونتساءل هنا يعني أنت كخبير ومختص في هذا الجانب، كم المدة المتوقعة لأن يعود الإنترنت لوضعه الطبيعي؟ لأن الناس يعني هناك تخوفات كثيرة بأن من خلال حديث الرجل في الفترة السابقة يخافون أن يستغلون هذا الوضع وتمر سنة والإنترنت على نفس الحال بحجة أن هناك خلل لم يصلح بعد. يعني كم هي متوسط المدة الطبيعية التي بالإمكان أن يعود فيها الإنترنت إلى وضعه الطبيعي؟ كما ذكرت قبل قليل فإنه يعتمد على نوع الضرر، وبالتالي هنا تقع المسؤولية الكبيرة فعلا على حكومة الشرعية التي تاركة قطاع الاتصالات والإنترنت بما له وما عليه تحت شجرة الحوثيين، وبالتالي الشعب اليمني كله سواء في المناطق المحررة أو في المناطق تحت شجرة الحوثيين الآن ينتظرون الحلول من الحوثيين، وهذا للأسف الشديد يعني عار على حكومة الشرعية. لو أن أمر الاتصالات والإنترنت تحت حكومة الشرعية لوثقنا بكل ما يصدر عنها من تقارير وبيانات حول الحادث، ومع ذلك الأصل فيها الآن أن تبادر حكومة الشرعية وتتابع الموضوع أيضا وتوضح للرأي العام وتقول للرأي العام حقيقة ما حصل. لكن هو هنا أيضا هناك اتهام للشرعية سيد محمد عن تقصير غير طبيعي في ملف الاتصالات، يعني ربما عالجت القضية المالية والبنك المركزي وهي من أكبر القضايا التي يعني كان هناك تخوف من أن يبقى هذا الملف تحت سيطرة الميليشيا. لماذا وصل الأمر إلى قضية الاتصالات ولم نجد أي معالجة أو اهتمام أو حديث عن هذا الملف من قبل الشرعية؟ بالضبط أخي الكريم، قطاع الاتصالات والإنترنت هو مثال واضح وصريح وكبير على الفشل ويؤسفني القول أيضا والفساد الموجود في حكومة الشرعية، لأنهم تركوا قطاعا حيويا هاما ومصدرا ماليا كبيرا عن قصد وإرادة وتعمد أن يبقى خلال 5 سنوات من انقلاب عصابة الحوثي تحت سيطرة الحوثيين دون أدنى بذل أي جهد لانتزاع هذا القطاع والسيطرة عليه وحرمان الحوثيين من السلطة السياسية والسيادية والمالية والاقتصادية على هذا القطاع. وبالتالي أنا أقول لك أن قطاع الاتصالات والإنترنت هو مثال كبير واضح وصريح على فشل هذه الحكومة الشرعية، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الموضوع والأسباب التي جعلتها لا تقوم بأي شيء من يعني للسيطرة على هذا القطاع وللتحكم فيه. واليوم رأينا حجم الضرر الكبير الذي تسبب فيه بقاء هذا القطاع تحت سيطرة الحوثيين، الضرر المعنوي، حيث أن كل اليمين الآن تشرع بأعنافهم نحو عصابة الحوثي لحل المشكلة، وهذا يجعل المواطن اليمني مرتبط بعصابة، وهذا لا ينبغي ولا وما كان ينبغي أن يحدث هذا الشيء. أيضا المشكلة المادية، كل اليمنيين الآن متضررين وعصابة الحوثي شيء لا يعنيه هذا الشيء وليست معنية بوضع الحلول للمشتركين.
فهي عصابه يعني تقوم بمنع الخدمات على الناس عن عمد، فما بالك ان حصل خلل هنا او هناك. اخر شيء يهمها مصلحه اليمنيين. فاقول ان ما حصل اليوم من قطع هو اثبت حجم الضرر الذي تسببت به حكومه الشرعيه من خلال تخليها عن هذا القطاع وتركه تحت سيطره الحوثيين. وايضا يعني من الناحيه السياسيه والمعنويه للمواطنين اليمنيين الذين الاصل فيهم ان لا يعترفوا بهذه العصابه بعصابه الحوثي، ولكن بقاء هذا القطاع تحت سيطره الحوثيين جعل المواطن حتى الذي يرفض عصابه الحوثي يعترف بالعصابه وينتظر منها حلولا. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الخبير في الاتصالات المهندس محمد المحيميد، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض. ومشاهدينا نذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع الآخر حول آراء الناس عن مشكلة الإنترنت القائمة حاليا، نشاهدها سويا. انقطاع النت أثر بشكل كبير جدا على حياة الصحفيين والمواطنين أيضا بكثير، منع من تداول المعلومات، منع من تداول الأخبار، منع من تداول شتى التواصل الاجتماعي. ميليشيات الحوثي تسعى إلى هذا بكل طاقتها، وهذا ما دل على أعمالها السابقة التي قطعت أنتمة النت في صنعاء، والآن هي تحاول قطع النت تماما على المجتمع بشكل عام لتسهل تحركاتها لتنشيط أعمالها دون ظهور بشكل علني في الوسائل الاجتماعية أو في القنوات. وهذا يؤثر سلبيا كثيرا جدا على عمل الصحفيين، على عمل الإعلاميين، على عمل الموظفين بشكل عام في الجمهورية اليمنية. انقطاع النت سبب في عراقيل كثيرة في أعمال الإعلام بشكل عام، ونحن هنا في الإذاعة انقطعت الأعمال بشكل تام، والسبب أنه كثير من الأعمال الإذاعية وغيرها الصحفية والإخبارية اعتمادها الكلي هي على الإنترنت. قامت الميليشيا الحوثية بقطع الإنترنت على الجمهورية اليمنية بشكل كامل، وتقوم بابتزاز الشعب اليمني والمواطن اليمني البسيط في الأموال، وابتزازها في دفع أموال وفواتير أكبر مما كانت تدفعه في السنوات الماضية للإنترنت. النت أصبح عصب رئيسي في الحياة، الجميع معتمد عليه في التواصل، سواء في العمل سواء في كذا، بل كثير من الإدارات الآن تشتغل على النت وعلى التواصل وعلى الواتساب. أنا كشخص كفرد يعني سواء في وظيفتي أستخدم النت كثيرا للتواصل، لرفع المعلومات، لكذا، لتنزيل البيانات وغيرها من هذه الأمور. تأثرت كثيرا خلال الأسبوع الماضي، أنا ما قدرت أستطيع أنزل الأشياء اللي أنا أحتاجها في شغلي، حتى على المستوى الشخصي يعني تواصلي مع أسرتي، يعني أنا هنا بعيد عن أسرتي وكذا ما قدرت أوصل لهم، كان جدا صعب بالنسبة لنا. يوم بعد يوم نشعر أن النت أصبح عصب رئيسي في الحياة، أصبحنا لا نستطيع الاستغناء عنه. مثل انقطاع النت حالة أو أسلوب من أساليب القمع التي مارسها الحوثيين، بحيث أتاح لهم ممارسة انتهاكاتهم، ممارسة جباياتهم، ممارسة كل أنواع الاضطهاد والتعذيب بحق الشعب اليمني دون أن يعرف أحد. يعني هم أتاحوا لأنفسهم ممارسة كل جرائمهم، وأيضا لا يمكن أن تصل هذه الجرائم لا للرأي العام الداخلي ولا للرأي العام الخارجي. الميليشيات الحوثية دائما ما تستخدم انقطاع النت هنا في اليمن تريد أن تقطع الشريان الذي أصبح التواصل بين الناس من الضرورة الاجتماعية من ناحية الإخبارية ومن ناحية كل شيء، وهدفها الوحيد هو ابتزاز الناس وأخذ. إذن مشاهدينا أعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية صحفي حمود هزاع. سيد حمود، يعني قطاع الصحافة والإعلام كأفراد ومؤسسات إلى أي مدى تأثر من الأزمة الأخيرة المتعلقة بالإنترنت؟ كنت أنا في السبت مساء السبت الماضي مع مجموعة من الزملاء العاملين، بعضهم رؤساء مواقع إخبارية، وجالسين في بعض مع بعض ومتعطلين تماما. يعني سألتهم عن المواقع الإخبارية عن تحديثها بالأخبار، قالوا لم نستطع أن نضيف أي خبر ولم تصلنا أخبار، لأنه عملنا كاملا على النت يعتمد. نعم. وبالتالي عندما ينقطع النت يتعطل عمل الصحفي، وخاصة الأخبار التي
يتم تغطيتها عن انتهاكات ميليشيا الحوثي في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها. نعم. وبالتالي يعني لا توجد اي بدائل يعني كبير قد يمكن ان يلجأ لها الصحفيون والناشطون. صادر صوت ال حمود لا يوجد اي بدائل للصحفيين والناشطين. يا عزيزي لا يوجد الى الان، لا يوجد من الصعوبة بمكان استخدام وسائل اخرى في ظل الرقابة المطلقة على خدمات الاتصال الاس ام اس، رسائل الاس ام اس والمكالمات الصوتية. كان النت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يوفر نوع من الهروب من الرقابة والقمع. الآن غيبت هذه الخدمة أو شبه غيبت بشبه كليا، وكذلك تحديث الصحفي لا يمكن أنه الصحفي ينتظر مثلا إلى ما بعد الساعة الواحدة ويأتي النت النت الضعيف يأتي بضعف وقد يستطيع أن يحدث خبر وقد لا يستطيع. كذلك النت عبر الأقمار الصناعية أسعاره باهظة جدا نتيجة ارتفاع الصرف وضعف القدرة الشرائية. معظم الصحفيين يعملون بدون رواتب، يعملون في مواقع أو في عمل تطوعي أو بمبالغ رمزية، وبالتالي قد تكلفة خدمة الإنترنت تتجاوز ما قد يتقاضاه الصحفي طوال الشهر. وهناك أيضا مشاكل كثيرة سواء النت الفضائي وكذلك يأتي عن طريق الميليشيا الحوثي. نعم سيد حمود، في مسألة الإنترنت هناك مشاكل كثيرة قد تواجه الصحفي وأيضا المواطن، يعني هناك زيادة خلال الفترة الأخيرة في الإنترنت وصلت إلى 130%، وهنا عبء كبير أمام خدمة أساسا رديئة وضعيفة ولا تفي بالغرض. ناهيك عن أن هناك أيضا يعني كما يصرح المسؤولون الحوثيون بين فترة وأخرى رقابة مشددة يعني قد يستخدمونها ومراقبة للناس، وهنا يعني نتساءل كيف تجد أوضاع الناس المتواجدين تحت سيطرتهم في المناطق التي يسيطرون عليها، يعني من بعد الشكوك الكثيرة عن أن هناك رقابة وتجسس على الناس. يا عزيزي اليمن ومناطق وخاصة المناطق التي الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيا عبارة عن سجن كبير من منطقة قانية حتى الحديدة ومن صعدة حتى أطراف محافظة الضالع. هذه عبارة عن معتقل، هناك همجية غير عادية، هناك مزاجية، هناك لا مسؤولية لدى هذه الجماعة، ليس لديها أي بعد أخلاقي ولا قيمي ولا إنساني ولا شعور بالمسؤولية. هذه عصابة تريد أن تحكم في محل الدولة وبشروط الميليشيا الهمجية، وليس حتى بأدوات الدولة أو حتى لا تستطيع حتى أن تغلف ممارساتها بغلاف رسمي. وبالتالي لكن المعاناة كبيرة، لكن هنا بالمقابل تقصير أيضا هذه الميليشيا. الجزئية المهمة سيد حمود أن هذه عفوا أكمل أن هذه الميليشيا كلما تمادت في جرائمها بحق اليمنيين سواء وخاصة في المناطق السيطرة كلما ساعدت على خلق الإدراك، وفي يوم من الأيام سينفجر الطوفان في وجهها وهي ما تخاف من أجله، هي تهرب إلى الأمام. طيب جميل، بس يعني أمام كل هذه الممارسات، أمام كل هذه الممارسات التي يعني استخدمتها الميليشيات فيما يتعلق بالإنترنت ويعني تضرر الناس كثيرا في مناطق سيطرتها وخارج مناطق سيطرتها، نتساءل هنا أيضا هناك إهمال غير طبيعي لهذا الملف من قبل الشرعية، كيف تجدون دور الشرعية حيال هذا الملف؟ لنعود إلى الوراء قليلا من أجل نشخص الشرعية. للأسف الشديد هناك قوى داخل الشرعية تعمل كمؤخرة لصالح ميليشيا الحوثي كطابور خامس، وقطع الاتصالات أحد الملفات الذي يؤكد ذلك، وكذلك القطاع المصرفي. هناك عملية تخادم، هناك يبدو أن في جذور خارجية هي التي تدير المشهد اليمني، لكن ما نستطيع أن نقوله أن حكومة معين عبد الملك عبارة عن طابور خامس لميليشيا الحوثي،
وأتحدى أن ينكر هذا الأمر. هناك اتهام صريح، يعني على سبيل المثال قطع الاتصالات، هل تستطيع الحكومة اليمنية أن تقول لنا ما الذي عطل شركة يمن عدن نت؟ هناك قبل أولا سنتين حتى شركة اليمن، يعني مسألة نقل شركة اليمن لماذا؟ يعني الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي، وهو الأمر الذي كان يراه الناس في غاية الصعوبة ونجحت في هذا الأمر، لماذا وقف الأمر إلى قطاع الاتصالات والإنترنت ولم تقدم شيء هذه الحكومة؟ يا عزيزي، نقلت البنك المركزي وأتت بشخص ممثل كيان ميليشيا الحوثي اسمه حافظ معياد، يدير هذا البنك ويعمل لصالح ميليشيا الحوثي من العاصمة المؤقتة عدن. لا ندري هل فرض تم فرض هذا على الحكومة اليمنية أم أن هناك نوع من التخادم من أجل مضاعفة اليمنيين. وكذلك هو حال القائمين على الاتصالات بما هم وزير الاتصالات وكثير، حتى شخص معين عبد الملك إذا لم يقدم حلول جذرية، إذا لم يتحدثوا للناس، لم يقولوا لنا ما الذي يجري، فهم جزء من الكارثة، هم الرئة التي يتنفس منها الحوثي طوال 5 سنوات، وسيستمر ميليشيا الحوثي ما دام هذه الوجوه الرخيصة والرخوة التي لا تقوم بواجبها أو تقدم استقالتها. إذن أولا هي هذه التصنيفات والاتهامات لا تمثل القناة شخصيا، هي آراء لعزيزنا وضيفنا حمود، يعني تمثله شخصيا. وهنا نصل إلى ختام الحلقة، أشكرك جزيل الشكر سيد حمود على تواجدك معنا في هذه الحلقة، ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.